أهلا وسهلا بالجميع، نجدد تحية لكل من التحق الآن معنا في المباشر على الوطنية الأولى قبيل انطلاق الفترة الثانية من لقاء النجم الرياضي الساحلي الملعب الجيبسي. وذكر بالإطار لقاء المؤجل لحساب الجولة التاسعة الذهاب لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في الحقيقة هما مقابلات مؤجلة داروا على زوز دفعات. البارحة الدفعة الأولى بفوز الإفريقي في بنين بهدف مقابل صفر وبتعادل في الكلاسيكو بين الترجي والسي اس اس 1-1. اليوم مباراة السي بي والملعب التونسي 3-1 للنادي الرياضي البنزرتي أمام البقلاوة. مباراة كنت شاتو في المباشر على الوطنية الثانية، وهذا لقاء على الوطنية الأولى بين النجم الرياضي الساحلي في أولمبي سوسة والملعب الجيبسي. نذكر النجم حاليا في مركز سادس ب 20 نقطة، الملعب الجيبسي مركز عاشر ب 14 نقطة. في 12 مباراة ربح 3، تعادل 5 مرات وخسر 4 مرات، سجل 7 وقبل 11. ويعني الملعب الجيبسي من أجل الاقتراب من وسط الترتيب، والنجم من أجل الاقتراب أكثر من الصدارة ومن أعلى الترتيب، ولو أنه الترجي في المركز الأول ب 33 بفارق 5 نقاط على السي اس اس 28، ب 23 نلقاو الاتحاد المنسيري ب 22، النادي الرياضي البنزرتي بعد فوزه اليوم والإفريقي ب 21 في المركز الخامس. انطلاق المباراة في هذه اللحظات، وسعيد أن يرافقني كالعادة في التعليق على هذه المباراة زميلي لطفي خالد. إن شاء الله نشاهد شوط ثاني ممتع أكثر وتكون الأهداف حاضرة سواء من جانب النجم أو من جانب الملعب الجيبسي. دائما 1-0 هنا في ملعب أولمبي سوسة للنجم الرياضي الساحلي، هدف سجله حمزة الأحمر في الدقيقة 21 من المباراة من ضربة جزاء. نعود نذكر ب 22 من اللاعبين الموجودين على أرضية الميدان بالنسبة للملعب الجيبسي: نوارة وسيم في حراسة المرمى، باسم رحومة، مروان تاج، هاشم عباس، أحمد ميدا، موزيس أوركوماس، لح الدين الحميدة، خلدون منصور، خالد غرسلاوي، أريال كونان، وإيزاك أبو دو في الهجوم. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي البلبولي في حراسة المرمى: غازي عبد الرزاق، حمدي النجاز، رامي البدوي، زياد بوغاتاس، محمد أمين بن عمر، حمزة الأحمر، إيهاب المساكني، الكالي بانغورا، ياسين العمري، وعمر مرعي المصري في الهجوم. يدير المباراة الحكم سليم بالخواص. دائما 1-0 المخالفة لصالح النجم الرياضي الساحلي، لصالح لاعب النجم الرياضي الساحلي محمد أمين بن عمر الإعادة مع مروان تاج. المخالفة لصالح النجم بسرعة تمشي الكرة لليمين، حمدي النجاز العرثية، كرة مقطوعة من هاشم عباس، والركنية. الركنية لصالح النجم الرياضي الساحلي هي الأولى في هذا الشوط الأول، عرضية من حمدي النجاز، اعتراض كان من هاشم عباس. هذا أمامكم عاصورة وسيم نوارة المرعي وكذلك هاشم عباس. ديال كبير بين مهاجم النجم الرياضي الساحلي عامر مرعي وهاشم عباس مدافع على ملعب الجيبس. الركنية على يسار الحارس وسيم نوارة، التنفيذ من حمزة الأحمر، التنفيذ بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي حمزة الأحمر، يوزع الكرة بالرأس من إيهاب المساكني، بعيدة بعيدة كرة إيهاب المساكني، رأسية إيهاب المساكني بعد تنفيذ الركنية لإعادة. حمزة الأحمر ينفذ وبالرأس من إيهاب المساكني خارج الميدان، تمشي ضربة مرمى لصالح ستايدا في هذه اللحظات. وسيم نوارة في التنفيذ، هذا خلدون منصور مهاجم الملعب الجيبسي، كان سبق له كذلك باش تقمص زي النجم الرياضي الساحلي. خلدون منصور ولد نفيذة رياضية، ترجع الكرة من إيزاك أبو دو، لمسة كرة من موزيس أوركوما، أوركوما إلى أريال كونان، والكرة في دين الحارس البلبولي بسرعة، رجع الكرة إلى الكالي بانغورا، الكالي بانغورا ومازال ملقى على أرضية الميدان. جلقوم سلامات حمدي النجاس أمامكم عاصورة، الظهير الأيمن للنجم الرياضي الساحلي. دائما 1-0 في هذه المباراة إلى حد الآن. ذكر الإطار مباراة مؤجلة لحساب الجولة التاسعة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. النجم في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، والملعب الجيبسي في المركز العاشر برصيد 14 نقطة. النجم الرياضي الساحلي على ميدانه عمل 5 مقابلات هذا الموسم، فاز في 3، تعادل وحيد وهزيمة واحدة ضد النادي الرياضي الصفاقسي في سوسة. سجل باعتبار هدف اليوم 8 أهداف وقبل 2 أهداف. في المقابل الملعب الجيبسي خارج قواعده، لعب 5 مقابلات، عمل 2 تعادلات و3 هزائم، سجل
زوز اهداف، وباعتبار هدف اليوم اللي قبله قبل 8 اهداف، هكا الامور تكون واضحه بالنسبه للنجم الرياضي السهل اللي لعب حاليا على ميدانه هو الملعب الجيبسي خارج ملعب جيبس. دائما واحده بلاش هنا في ملعب اولمبي سوسا لصالح النجم الرياضي السهل. مرحبا بكم الناس كل تتابعون هذه المباراه على القناه الوطنيه الاولى، مباراه النجم الرياضي السهل والملعب الجيبسي. شاهدنا الهدف للنجم الرياضي السهل في الشوط الاول في دقيقه 21 من ضربه جزاء، التنفيذ كان ناجح من حمزه الاحمر كالعاده اختصاصي رقم واحد بالنسبه للتنفيذ ضربات الجزاء او الكرات الثابته في حسابات النجم الرياضي السهل. وكل الاطر الفنيه اللي تداولت على تدريب النجم الرياضي السهل ديما ثابت حمزه الاحمر في تنفيذ ضربات الجزاء وكذلك الكرات الثابته. ترجع الكره من جديد لصالح النجم، غازي عبد الرزاق لمسه معايا بالمساكني، الضغط من خالد غرس اللاوي، ترجع الكره لزياد بوغطاس، بوغطاس كره وتمشي الكره لمحمد امين بن عمر يقرب لخط الدفاع. بن عمر، بن عمر امام اريال كونان، بن عمر يرجع الكره لزياد بوغطاس، يصعد على الجهه اليسرى، كره الى غازي عبد الرزاق، عبد الرزاق غازي، غازي لمسه واحده قاعد يستنى النجم الرياضي الساحلي في الملعب الجيبسي، حب يلقى المنافذ في الدفاع. كره الى حمدي النجاز وتمشي الكره خارج الميدان، ذي على حمدي النجاز تمشي رمي التماس رمزي لصالح الملعب الجيبسي في التوقيت بالضبط نلعبه في دقيقه 50 من المباراه. دقيقة 50 من المباراة، دقيقة الخامسة من هذا الشوط الثاني، دائما نتقدم للنجم بهدف وحيد لكنه ثمين، حمل توقيع حمزة الأحمر من ضربة جزاء في الدقيقة 21 لحد الآن. النجم مع المدرب الجديد خير الدين مضوي يعني يقدم ليسونسييل كما نقولوا بالفرنسية إلى حد الآن بهدف وحيد لكن ثمين، وثلاثة نقاط أكثر من ثمينة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، النجم الذي عانى بعد خيبة تشامبيونز ليج وهذا رفع رجل والمخالفة ضد مهاجم السيدة. قلت النجم الذي عانى بعد خيبة ونكسة تشامبيونز ليج يعني ضد الأهلي المصري عانى من نتائج سلبية من أزمة نتائج خلينا نقوله يعني فم سخط من جماهير النجم على الفريق، والفريق الكبير يعني قادر على الخروج من أزمة النتائج ومن الوضعيات الصعبة لأن الكبير يمرض ولا يموت. النجم الساحلي من الفرق الكبرى في تونس، صحيح كانت صعيبة نكسة تشامبيونز ليج والهزيمة العريضة ضد الأهلي المصري لكن الفريق مطالب الاستفاقة للعودة للعب على كل الوجهات محليا إقليميا قاريا كذلك. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي هذه كرة طويلة خطيرة في منطقة الجزاء، العمر يرجع والمتابعة موجودة والكرة في التماس. النجم الفريق العريق الذي تأسس عام 1925 بأسماء كبيرة، طبعا كي نقولوا النجم نقولوا الهدف الأسطوري لحبيب بوغو طبعا ب 156 هدف، الهدف الأسطوري للنجم الرياضي الساحلي وأسماء كبيرة نحتت اسمها بأحرف من ذهب في كرة القدم التونسية من حباش الكانون المنصف طبقة البكا والبن عزيزة الجنيح للميزوري للوحشي اللي قرنا الغضبان الجزيري بن ساسي بيا شوشان عمار جمل وغيرهم، كلها أسماء لمعت في النجم الرياضي الساحلي وسطعت مع المنتخب الوطني التونسي، والفريق الذي ينجب مثل هذه الأسماء بالتأكيد يمرض ولا يموت وسينهض أقوى مما كان، وبالتأكيد النجم سيعود إلى سلف إشعاعه وسيعود إلى سلف تألقه محليا وقريا طبعا لأن الفرق الكبرى قدرها عن أن تلعب على كل الألقاب. ترجع كرة للملعب الجيبسي من جانب إيزاكا بودو يفتح نحو مروان تاج، مروان تاج في المتابعة للملعب الجيبسي بالإكسير دو بي لكن مخطئ، الكرة خطيرة للنجم الرياضي الساحلي، مرعي مرعي والتمرير في العمق، كرة خطيرة ليكون الثاني 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 إيهاب المساكني، إيهاب المساكني يعود للتشكيلة ويعود للتسجيل مع خير الدين مضوي وتكون ثاني أهداف المباراة للنجم الرياضي الساحلي. التمريرة مصرية من مرعي والفينيش تونسي من إيهاب المساكني بكرة أرضية زاحفة، ثاني أهداف المباراة للنجم الرياضي الساحلي. تتغير المعطيات 2-0 يضاعف النتيجة ويمضي هدف الأمان والاطمئنان، وقلنا النجم سيعود إلى سلف إشعاعه وسيعود إلى سلف تألقه لأنه قدر الفرق الكبرى أن تنهض بعد كل نكسة، والنجم مع مدرب جديد هو خير الدين مضوي بالتأكيد النجمة ستضوي في قادم الأيام وفي قادم المواعيد. 2-0
للنجم الساحلي امام الملعب القابس. هدف ثاني كان ممتاز من ايهاب المسكني، هو اللي بدا الهجمه، اقطع الكره من وسط الميدان، اعطى الكره لمرعي، مرعي عاود اعطاها له، والتنفيذ كان محكم والتسجيل كان ممتاز من ايهاب المسكني. قلت النجم قاعد يرفع في نسق المباراه، اثنين بلاش لحد الان. اهداف حمزه الاحمر في الدقيقه 21 من ضربه جزاء، والثاني للنجم من ايهاب المسكني في الدقيقه 53. ترجع الكره لغازي عبد الرزاق على اليسار، غازي لمسه واحده خدوات مع ياسين العامري، مقطوع الكره من خلدون منصور، خلدون منصور وتخرج الكره، تخرج الكره تمشي رميه تماس لصالح حل النجم الرياضي الساحلي. امامكم على الصوره خير الدين ماثوي المدرب الجديد للنجم الرياضي الساحلي، ولد ستيف ولد الكحله والبيضه خير الدين ماثوي الجزائري. اي مستقبل للنجم مع هذا المدرب؟ نتمنى التوفيق والنجاح للنجم الرياضي الساحلي وكذلك ايضا للجزائري خير الدين ماثوي. رميه التماس للنجم الرياضي الساحلي دائم الاسبقيه لصالح النجم، هدفين مقابل صفر. ان شاء الله لاباس لمحمد امين بن عمر، نطمنوا على الحاله الصحيه لمحمد امين بن عمر، بعض الارهاق ممكن يتحدث وكلمات لي بينه وبين حوار نشاهده كما تشاهدوا موجود بين خير الدين ماثوي وكذلك محمد امين بن عمر. ان شاء الله لاباس. رمي التماس لصالح النجم الرياضي الساحلي على الجهه اليسرى، والحكم سليم بالخواص يقول رمي التماس لصالح، يقول مخالفه لصالح الملعب الكابسي. الحكم سليم بالخواص يقول مخالف لصالح الملعب القابسي. ترجع الكره هاشم عباس لمسه واحده الى اريال كونان، كونان تمشي الكره لمروان تاج، مروان تاج يرجع الكره لهاشم عباس. دائما هدفين مقابل صفر في هذه المباراه هنا في ملعب اولمبي سوسه ضد الملعب القابسي للنجم الرياضي الساحلي. حمزه الاحمر من ضربه جزاء، والثاني ايهاب المساكني، كانت صعبه الكره وذكيه على مرمى وسيم منور ذكور، ويخرج البلبول، يخرج البلبولي امام مروان نتاج، يتسرب على الرواق الايسر ويدخل منطقه الجزاء. تمهيد كان ممتاز من وسط ميدان الملعب القابسي. هذه كره ايزاكا، ايزاكا ايزاكا خطير، ايزاكا بين ثلاثه من اللاعبين ما ثماش مخالف، يقول سليم الخواص. كره موجوده لزياد بوغطاس تمشي لياسين العمري، ممتاز هذا اللاعب، مراوغه فنيه ممتازه من ياسين العمري، موهبة صاعدة في النجم الرياضي الساحلي، عنده إمكانات ممتازة فنيا. نحكي ياسين العمري من المواهب الصاعدة والشبان الصاعدين في فريق النجم الرياضي الساحلي. هذه هجمة من الكالي بانغورا، سريع الكالي بانغورا، والمخالفة الشاذب موجود من صلاح الدين بن حميدة ويربح المخالفة. التغيير الأول في النجم الرياضي الساحلي من طرابلس، يدخل مكان محمد أمين بن عمر، حس ببعض الإرهاق محمد امين بن عمر. شال لاباس لبن عمر، يدخل ايمن الترابلسي مركز بمركز. التغيير الاول لخير الدين ماضوي في هذه المباراه، يدخل ايمن الترابلسي ويخرج محمد امين بن عمر. تغيير اضطراري قام به المدرب الجزائري، حس ببعض التعب محمد امين بن عمر مركز بمركز. يدخل ايمن الترابلسي ياخذ مكانه في وسط الميدان الى جانب حمزه الاحمر. امامكم على الصوره محمد امين بن عمر، كان المخالفه لصالح النجم. هذا حمزه الاحمر، الاحمر يوزع الكره، مقطوع الكره من باسم رحومه، رحومه كما جات يرفع الكره للسريع ايزاكا ابودو، ابودو ايزاكا، والكره للبلبولي كما جات البلبولي، يعطي الكره لايمن الترابلسي رجع حاله، البلبولي عنده الكره دائما. هدفين مقابل صفر لصالح النجم الرياضي الساحلي هنا في ملعب اولمبي سوسا. تغيير وحيد قام به النجم الرياضي الساحلي، خروج محمد امين بن عمر ودخول ايمن الترابلسي. ناكد نعاود انه التغيير كان اضطراري، حس بعض الاوجاع والارهاق محمد امين بن عمر. كره لصلاح الدين بن حميده، بن حميده لمسه واحده مع موزيس اوركوما، اوركوما الى هاشم عباس، هاشم عباس. اي سيناريو لهذه المباراه الان؟ متقدم النجم على السيده هدفين مقابل صفر، هل يستطيع العوده ام يضعف النتيجه؟ نجم الرياضي الساحلي كره ترجع المخالفه، المخالفه لصالح الملعب الكيبسي في نصف منطقه النجم الرياضي الساحلي. امامكم على الصوره هاشم عباس، هي اللي عادها، انطلق هاشم عباس. المضايقه موجوده من الكالي بانغورا ويزفر سليم بالخواص، المخالفه لصالح الملعب الكيبسي. فرحه نشاهد فيها في جمهور النجم الرياضي الساحلي باسبقيه للنجم الرياضي الساحلي زوزو بلاش.
أهداف حمزة الأحمر من ضربة جزاء وإيهاب المساكني أمامكم على الصورة. المخالفة للملعب لقيبس كورة بالرأس ترجع من غازي عبد الرزاق مرة أولى ثم ترجع دوزيام بال خالد غرسلاوي كيما جات يسد بعيدة كل البعض ويرجع له سليم بالخواص. يرجع سليم بالخواص ويصفر المخالفة لخالد الغرسلاوي. بعد التسديد ممكن اعتبر سليم بالخواص الرفع للساق. نعاودوا نشوفوا الإعادة. ترجع الكرة مرة أولى من حمدي النجاز، كرة عند خالد غرسلاوي، سدد عالية الكرة احتسبها مذاكرة. ممكن سليم بالخواص حكم المباراة، صفر المخالفة لصالح الملعب الجيرسي في نصف منطقة النجم الرياضي الساحلي. على الكرة موجود هاشم عباس، يبعد شوية خالد غرسلاوي. التنفيذ بلغة القوة، قوة المدافعين بالنسبة لهذه المخالفة من تنفيذ هاشم عباس مدافع الملعب الجيبسي. كرة مقابل الحارس أيمن البلبولي في توقيت بالضبط. نلعب في الدقيقة 15 من هذا الشوط الثاني. دائما أسبقية للنجم، هدفين مقابل صفر. هاشم عباس في التنفيذ، هاشم عباس في التنفيذ، هاشم عباس، عباس جانبية الكرة من هاشم عباس قد يذل الفرق أمامكم على الصورة. هي الإعادة، العرض البطيء باليسار قد يباغت البهلبولي. هاشم عباس تمشي خارج الميدان، ضربة مرمى تبقى النتيجة على حالها رمزي، هدفين مقابل صفر. تبقى النتيجة للنجم الرياضي الساحلي، ومباراة الفريقين كانت وفية لعاداتها كالعادة في لقاء الفريقين. كنا حكينا على مباراة الصيدة والنجم الرياضي الساحلي، دائما ما كانت مليئة بالأهداف. أحكينا على التاريخ، قلنا 5-6-1 في 2012 للنجم الرياضي الساحلي، 4-3 في 2015 للنجم الرياضي الساحلي، 5-2 في 2015 أيضا للنجم الرياضي الساحلي. يعني دائما عادة ما كانت مباراة الفريقين ما كانت النجاعة فيها موجودة، وإلى حد الآن هذا اللقاء لم يشذ عن القاعدة. تغيير سيكون ربما بعد قليل لفريق الصيدة. قلت إلى حد الآن الأهداف موجودة، ثنائية إلى حد الآن النسق مرفوع، الموجود أيضا النجم بنجاعة واقعية، والصيدة يبحث عن التوازن خصوصا في الخط الأمامي. هذا جمهور النجم بالتأكيد بالتأكيد يريد أن يستعيد نشاط ويستعيد حيويته ويستعيد الفرحة التي غابت في مباراة فارطة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، ويتمنى أن تعود الفرحة ويعود تعود الابتسامة والنتائج الإيجابية مع تغيير طرفاني جديد. بالتأكيد عنده برشا ما يخدم خير الدين مضوي إلى جانب علي بومنيجل وقيس الزواغي. في الأثناء ورقة خالد المليتي ستكون بعد قليل بالنسبة للمدرب مبارك الزطال. هذا هشام عباس يخرج على النقالة لتلقي الإسعافات، ولكن في الأثناء قلت خالد المليتي سيكون الورقة الأولى التي سيدفع بها مبارك الزطال مدرب الصيدة في هذه المباراة. الصيدة إلى حد الآن يعني بمردود متميز رغم المشاكل ورغم المشاكل المادية بالأساس والإضرابات وانسحاب مفاجئ المهر الكنزاري، لكن بالموجود يتعامل المدرب مبارك الزطال إلى حين الانتدابات بطبيعة الحال، وإلى حين سد الفراغ بانتداب زوز أسماء أخرى في الخط الأمامي خصوصا بعد انتداب الحارس سامي هلال. طبعا حكينا على النجم الرياضي الساحلي، أيضا الصيدة الفريق العريق اللي تأسس عام 57 طبعا وتبقى أحسن نتيجة لي وصول لنهائي كأس تونس عام 2015 ولعب بطولة كأس الكاف وانسحاب مشرف مرفوع الرأس ضد فريق مازيمبي. الصيدة مع أسماء كبيرة أيضا وبطموحات أكبر في المواسم السابقة بالنسبة لفريق الملعب الجيبسي. طبعا الملعب الجيبسي اللي يلعب فيه راضي جعايدي أيضا، عيادي الحمروني وأسماء أخرى وخليفة شوية وعبد الحق وغيرهم وعمر دغمان. التغيير قادم بالنسبة للصيدة كما قلت مع دخول خالد المليتي في تشكيلة الملعب الجيبسي مكان حامل القميص رقم 22 خالد غرسلاوي الذي يغادر كما قلت في أولى تغييرات المدرب مبارك الزطال. بالتأكيد يريد إعطاء نفس هجومي أكثر للفريق مع غياب الحلول رغم المحاولات ورغم الاجتهادات والمجهودات من جانب الغاني زكابودو، لكن إلى حد الآن لم يجد
يجد المساندة والمتابعة من كونان في الخط الأمامي. ترجع كرة لنجم نادي الساحلي مرفوعة في منطقة الجزاء، مرعي بالرأس، بالرأس من مرعي، لكن سهل الكرة لوسيم نوارة. مرعي الكثر عليه الكلام، مطلوب من الأهلي المصري هو وبن عمر كما حمدي نجاز، مطلوب من بعض الفرق في قبرص، لكن إلى حد الآن كما قلنا حسب آخر الأخبار هيئة شرف الدين متمسكة بلاعبيها، تنتظر ربما الصيف الماضي وبعد المونديال للحديث بقية. وبالتأكيد كوتة الملاعبية تطلع وقت ليشاركوا في المونديال، ونحن في موسم استثنائي بطبيعة الحال، نرجو أن يكون استثنائيا بكل المقاييس منتخبنا في المونديال في روسيا، نرجو أن يشرفنا كأحسن ما يكون، خصوصا أن لاعبين المحترفين أيضا قاعدين يقدموا في مردود متميز. وآخر الأخبار تقولوا أن الملاعبية التوانسة طبعا يتألقون من جولة إلى جولة، المساكني في البطولة القطرية لجانب الشيخاوي، أيضا السليتي في فرنسا، الخزري، الحدادي، نينو، عبد النور، الحارس بن حسن، كلها أسماء يعني قاعدة تتألق في البطولات الخليجية والأوروبية. ما نساوش أيضا اللاعب وسط الميدان زياد الزيادي في فريق المحرق البحريني اللي قاعد يقدم في مردود متميز، تقريبا كل مباراة يخرج مان اوف ذا ماتش، كلها أسماء قادرة على صنع ربيع كرة القدم التونسية. قلت في موسم استثنائي نرجو أن تكون التحذيرات في المستوى وأن تكون المباراة الودية في المستوى. بالتأكيد الناخب الوطني نبيل معلول عنده شغل كبير من أجل إعداد منتخب قادر على مقارعة الكبار في مونديال روسيا. ترجع كرة للستايدا من إيزاكا، بودو على اليمين، التوزيع لكن تضرب في الدفاع، تبقى الكرة إيزاكا، إيزاكا اللي عجبته العيشة في تونس وتزوج من تونسية في الصيف الماضية ليستقر ربيع الحال في تونس طبعا، كما هو الحال بالنسبة لعديد الأسماء الأجنبية اللي تعجبها تونس. بالتأكيد مايكل نيرامو غيرهم ويخيرون الزواج بتونسية. ترجع كرة للملعب الجبسي، تقطع من مرعي في هجوم للنجم رادي الساحلي، يهب المساكني، حمزة الأحمر يرجع للوراء لحمدي نجاز أو لبغطاس، الخليل بانجورا، بانجورا ينتظر المساندة، يفتح على اليسار لغازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق، غازي عبد الرزاق في بناء عملية هجومية للنجم رادي الساحلي، والكرة في وسط الميدان مع دقيقة 20 في هذا الشوط الثاني. دائما بثنائية نظيفة يتقدم النجم أمام الملعب الجبسي في أولمبي سوسا. دائما أسبقية لصالح النجم الرياضي الساحلي، هدفين مقابل صفر هنا في ملعب أولمبي سوسا. حمزة الأحمر من ضربة جزاء، وإيهاب المساكني في دقيقة 53 يضيف الثاني لصالح النجم الرياضي الساحلي. دخول خالد هلمليتي، تاريخ كبير لهنا في ملعب أولمبي سوسا لخالد هلمليتي، كان سبق له تقمص أزياء النجم الرياضي الساحلي. ترجع الكرة، هذه كرة لصالح النجم، ترجع من جديد في الدفاع، كرة إلى البلبولي، الضغط من أريال كونان، كما جاءت البلبولي إلى زيد بوغاتاس، يصعد على الرواق الأيسر والموجود غازي عبد الرزاق، اللمسة مع غازي، تمشي الكرة لحمزة الأحمر، الأحمر الضغط من صلاح الدين بن حميدة، يوزع الكرة إلى مرعي المصري، مرعي، مرعي مع أحمد ميدا، مرعي بين زوز ملاعبية، توزيع يخلط عليها ياسين العمري، التمهيد ذكية من ياسين إلى حمدي النجاز، التمهيد، الكلي بانجورا داخل منطقة الجزاء، الكلي بينه وبين حمدي النجاز، وكرة تمشي الركنية. جميلة كرة النجم الرياضي الساحلي بين الكالي بانجورا وحمدي النجاز وكذلك ياسين العمري ومرعي المصري، هي اللي عاد تمريرة إلى ياسين العمري، ما يخلطش عليها، يصلح قبل وسيم نوارة، التمهيد لحمدي النجاز إلى الكالي بانجورا كما جاء، ترجع له حمدي النجاز ويربح ركنية. حمدي النجاز قلت النجم الرياضي الساحلي لقى التوازن نتاعو، بدا يلقى في الحلول، قاعد يرجع النجم الرياضي الساحلي. هذه الركنية كرة من العامري مقطوعة من هاشم بن باسم، من باسم مرحومة بالرأس، ترجع دوزيام بال الكالي بانجورا، دائما هدفين مقابل صفر لصالح النجم الرياضي الساحلي. أهداف حمزة الأحمر وكذلك إيهاب المساكني، كرة إلى الكالي بانجورا، قاعد يقلق، قاعد يتحرك، خطير سريع، كرة إلى حمدي النجاز، حمدي النجاز وطويلة على حمدي النجاز، تمشي خارج الميدان، تمشي ضربة مرمى لصالح الملعب الجبسي. إلى حد الآن ممتاز النسق، ممتاز نسق المباراة إلى حد الآن بين النجم والملعب الجبسي. النجم اللي سجل زوز أهداف إلى حد الآن حب على الثالث، هذا خلدون منصور أمامكم على الصورة،
مهاجم الملعب القبسي، ضربة مرمى لوسيم نوارة، وسيم نوارة في التنفيذ، ينفذ وسيم نوارة كرة في وسط الميدان إلى أريال كونان، كونان الإيفواري مع زوز ملعبية من النجم الرياضي الساحلي ويخسر الكرة، يربح النجم الرياضي الساحلي حمدي النقاز رمية التماس، ينفذ الكرة بسرعة، الترابلسي رجع الكرة لرامي البدوي يمشي الكرة للجهة اليسرى، تمشي لغازي عبد الرزاق، يصعد للهجوم غازي على الرواق الايسر، غازي عبد الرزاق يبعد على خلدون منصور، بينه وبين مرعي يرجع لحمزه الاحمر، حمزه الاحمر كيما جات قاعد يلعب يمين يسار النجم الرياضي الساحلي، وخاصه للجهه اليمنى الهجوميه وين موجود حمدي النقاز، كره بالراس مقطوعه من هاشم عباس مره اولى ثم بالراس من خلدون منصور، تمشي الكره للركنيه. خلدون منصور اليوم دوره دفاعي بالاساس رغم انه مهاجم، عاون برشا خد دفاع على ملعب القبسي امامكم على الصوره، يخرج الكره للركنيه، الركنيه للنجم الرياضي الساحلي ياسين العمري في التنفيذ، كره على يسار الحارس، على يمين الحارس وسيم نوارة، العمري يوزع الكره بالراس من خلدون منصور، تمشي لاريال كونان، خالد الملتي كيما جات كره والاعتراض من لاعب النجم الرياضي الساحلي غازي عبد الرزاق، ترجع الكره من اريال كونان الكالي بانغورا في وسط الميدان، ترجع لحمدي النقاز، كره تدور كيما يلزم بين ملعبيه النجم الرياضي الساحلي. نذكر على القناه الوطنيه الاولى تتابعون هذه المباراه مؤجله لحساب الجوله التاسعه لمرحله الذهاب لبطوله الرابطه المحترفه الاولى. تذكية العملية على اليسار غازي عبد الرزاق العرضية، مرعي ضيع الفرصة، مرعي حط ساقه بعيد الكرة من عمرو مرعي المصري، كاد يضيف الثالث لو أحسن التصويب في المرمى، ترجع الكرة من جديد حمدي النقاز، توزيع بالرأس من باسم الرحومة، تمشي للركنية، خطير النجم في اللحظات هذه، خطير النجم في هذه الدقائق بكل ثقله للهجوم، هي الإعادة، التوزيعة والعرضية من اليسار من غازي عبد الرزاق كما جات حتى ساق ما مشيتش بالباهي الكرة لعمر مرعي المصري، كان ممكن يكون الهدف الثالث لصالح النجم الرياضي الساحلي. في المقابل نشاهدوا إصابة لخلدون منصور عضلية بالأساس، إن شاء الله يقوم سلامات مهاجم الملعب القبسي خلدون منصور في توقيت بالضبط نلعبه في الدقيقة 26 من هذا الشوط الثاني، دائما أسبق لصالح النجم، وأمين الشرميتي ينتظر دخوله لأرضية الميدان، التغيير الثاني لخير الدين ماضوي المدرب الجزائري، أمين الشرميتي مكان رقم 13 الكالي بانغورا، يدخل أمين الشرميتي مكان الكالي بانغورا في هذه اللحظات، الركنية لصالح النجم الرياضي الساحلي، الكرة على يسار الحارس وسيم نوارة، ننتظر خروج الكالي بانغورا أمامكم على الصورة، الكالي بانغورا عمل مباراة طيبة أمام الملعب القبسي اليوم، هذا أمين الشرميتي، ممكن حلول إضافية في حسابات خير الدين ماضوي رمزي في توقيت بالضبط 27 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، دائما هدفين مقابل صفر، الركنية من عامري بالرأس من بن حميدة، بن أحمد ميدا بالرأس، وزوز تغييرات في نفس التوقيت من الملعب القبسي رمزي في هذا التوقيت بالضبط 27 دقيقة لعب، ترجع كرة للنجم الرياضي الساحلي خطيرة مع الجهة اليمنى، توزيع في منطقة الجزاء والدفاع موجود، تبقى الكرة تمشي لإيزاك أبودو قبل التغيير، تقريبا باش يلعب الكل في الكل مدرب مبارك الزطال، هذه كرة خطيرة للملعب القبسي، يحاول المرور كونان يتباطأ، ثقيل كونان تقريبا هو الذي يقطع في هجمات الصيدة، تغييرات قادمة بالنسبة لمبارك الزطال، قلنا سيلعب الكل في الكل، الجمل بما حمل للعودة في المباراة على الأقل بالتسجيل، على الصورة ريال كونان في العملية الأخيرة وهذه الكرة الأخيرة والإعادة من زاوية
زاوية أخرى لفرصة النجم والمطالبة بضربة جزاء. يعني بعد احتكاك الشرميتي في العملية الأخيرة سيدخل علاء الدين قمش بعد قليل في تشكيلة الصيدة بعد ما كانت خالد المليتي. طبعا تغييرات للمدرب مبارك الزطال، يدخل علاء الدين قمش في الكرة الأخيرة ويخرج كونان. يعني طاح كونان يخرج من غادي الغادي من مدخل حجرات الملابس، يلقى روحه في حجرات الملابس. ترجع كرة للنجم كما قلنا، هذه مرفوعة الكرة خارج الميدان. استيدا ستحاول العودة في المباراة بتغييرات قادمة، تحاول تلعب الكل في الكل فيما تبقى من المباراة. والمدرب الجزائري خالد الدين مضوي يحاول يجاري بتغييرات إلى حد الآن زوز، خروج حمزة الأحمر وإيهاب المساكني ودخول أيمن الطرابلسي وأمين الشرميتي بالموجود. تمشي الكرة ترجع للاستيدا، يحاول التمرير خالد المليتي ثم إيزاك أبودو، يسقط أبودو ويربح المخالفة في غياب الحلول وفي غياب المساندة. خالد المليتي، المليتي يرجع بالكرة للوراء، خالد غرسلاوي، غرسلاوي ليزا كابودو، والمتابعة وتغطية موجودة من زياد بوغطاس. بوغطاس يسقط والمخالفة لمدافع النجم مع ضغط وبريس من جانب الغاني على الصورة. إيزا كابودو اللاعب السابق للنادي الرياضي لحمام الأنف، اللاعب الغاني من أصول بوركينية. هذا التدخل الأخير على زياد بوغطاس، وهذا إيزا كابودو الذي تحدثت عنه. يعني ما بدلش الألوان لكن بدل الفريق من الأخضر والأبيض متاع الهمهامة للأخضر والأبيض متاع السطيدة. ترجع كرة للنجم الساحلي غازي عبد الرزاق، عبد الرزاق للترابلسي، ترابلسي يفتح نحو حمزة الأحمر بلمسة واحدة. واضح النجم يعني يرفع في النسق، سجل زوز أهداف وحاليا يجاري ويحاول يتحكم في النسق طبعا حسب المردود الملاعبية. تمشي الكرة للترابلسي، الترابلسي مع ضغط من جنب صلاح الحميدي، ترجع لمحور الدفاع رامي البدوي، رامي البدوي يفتح في الجهة المقابلة حمزة الأحمر، حمزة الأحمر، حمزة الأحمر بالقدم بلمسة واحدة توصل الكرة للعمري. تمشي الكرة في وسط الميدان، حمزة الأحمر مرة أخرى مع ضغط من لاعبي سطيدة. كما قلنا مبارك الزطال لاعب كل أوراقه للعودة في المباراة، لكن لا يجب عليه أن يخجل. نعرف وحكينا على الظروف التي حذر بها الفريق هذه المباراة، يعني كان انسحاب مفاجئ لماهر الكنزاري، صعوبات مالية يعيشها فريق الملعب الجيبسي، لكن بالتأكيد تكاتف جميع الأطراف وكل محبي الملعب الجيبسي ورجالات النادي تخرج الفريق من هذه الوضعية. هذه كرة خطيرة، الشرميتي في منطقة الجزاء، يخرج نوارة، يخرج نوارة، وتبقى الكرة، تبقى الكرة للصيدة. تمشي لخالد المليتي، خالد المليتي باليسار توصل بلمسة واحدة من صلاح الحميدي، صلاح الحميدي تقطع الكرة في محور دفاع الصيدة، وفما لاعب ملقى على أرضية الميدان. يخرج الكرة وسيم نوارة، يوقف الحكم المباراة سليم بالخواص لإسعاف، لإسعاف لاعب النجم الرياضي الساحلي ياسين العمري، ملقى في منطقة الجزاء بعد الكرة الأخيرة والاصطدام الأخير والحوار الأخير. هذه عادة من زاوية أخرى، يعني سقط في منطقة الجزاء. مشكورين كل الزملاء، يعطيكم الصحة طبعا زملائنا المصورين وزملائنا في الحافلة، ولأنه برشا ما يحبوهاش الكلمة هذه، وأيضا مخرج المباراة محمد علي سعيدين، لكن الكل برافو يعطيكم الصحة من أجل نقل هذه المباراة كأحسن ما يكون وفي أفضل صورة لمن يشاهدنا على الوطنية الأولى طبعا التي تملك حصريا تغطية شاملة وكاملة لكل مباريات البطولة، بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في كل جولة تقريبا شاهدوا 5 مباريات أو أكثر لما في مصلحة المشاهد طبعا في هذا المرفق العمومي. بالتأكيد ملخص هذه المباريات وغيرها تشاهدون أيضا في سهرة الليلة ضمن برنامج الأحد الرياضي مع زميل رازيل جنزوعي. نحن اقتربنا من الدقيقة 32 ولازالت تقدم للنجم الساحلي بثنائية نظيفة حمر توقيع حمزة الأحمر من ضربة جزاء وإيهاب المساكني بهدف ثاني. دائما أسبقية لصالح نجم الرياضي الساحلي واستفاقة لجماهير نجم الرياضي الساحلي هنا في المدرجات. فرحة كبيرة هنا بعودة النجم، عودة البريق نوعا ما، حاجة ترتح بالنسبة عندهم اليوم. لعب النجم الرياضي الساحلي وقاعد يكور اليوم
النجم الرياضي الساحلي، والروح رجعت. هذا اللي شاهد فيه جمهور النجم الرياضي الساحلي الآن في هذه المباراة، أنه الروح رجعت، المعنويات مرتفعة مع قدوم الجزائري خير الدين ماضوي. لحد الآن أسبقية 2 بلاش، أهداف حمزة الأحمر من ضربة جزاء وإيهاب المساكني. ترجع الكرة لصالح الملعب الجبسي، موزيس أوركوما، موزيس أوركوما تمشي الكرة لمروان تاج على اليسار، مروان تاج يطلب في الكرة على الدين قماش، ترجع للكرة تمشي لمروان تاج مع البلبولي والراية ومتسلل. الراية كما تشاهدوا يرفعها المساعد الأول زياد نويوي، هذا خير الدين ماضوي المدرب الجديد للنجم الرياضي الساحلي. ترجع الكرة من جديد لصالح النجم الرياضي الساحلي، زوز تغييرات قام بهم النجم الترابلسي مكان محمد أمين بن عمر، وأمين الشرميتي مكان الكالي بانغورا في المقابل. تغيير بالنسبة للملعب الجيبسي، زوز تغييرات، خالد المليتي مكان خالد غرسلاوي، وعلاء الدين قمش مكان أريال كونان. كرة من جديد لصالح النجم الرياضي الساحلي، ترجع أيمن الترابلسي، الترابلسي وفي انتظار دخول عمر زكري، في انتظار دخول ثالث تغييرات النجاذي. كرة ومقطوعة من دفاع الملعب الجيبسي، مقطوعة عرضية حمدي النجاس أمامكم عصورة في الاعتراض. هاشم عباس، هاي الإعادة قبل ما توصل لعمر مرعي المزري، هاشم عباس يقطع الكرة للركنية، الركنية لصالح النجم الرياضي الساحلي. وثالث تغييرات النجم يخرج، إيهاب المساكني يصفق عليه الجمهور لهنا في ملعب أولمبي سوسة في انتظار دخول عمر زكري القادم من نادي حمام الأنف. أمامكم عصورة خروج إيهاب ودخول عمر زكري، والركنية لصالح النجم الرياضي الساحلي. كرة تنفيذ، كرة بالرأس عالية، الكرة بالرأس عالية، الكرة تمشي ضربة مرمى من رامي البدوي، الرأسية الأخيرة. هذا أمين الشرميتي، أمامكم عصورة كالعادة أمين الشرميتي، الجمهور الكل يعرف، الضحكات موجودة من أمين الشرميتي. ضربة مرمى لصالح الملعب الجيبسي، وسيم نوارة في التنفيذ ضربة المرمى. نذكر على القناة الوطنية الأولى دائما أسبقية لصالح النجم الرياضي الساحلي، هدفين مقابل صفر، أهداف حمزة الأحمر وإيهاب المسكري اللي خرج منذ قليل ودخل مكانه عمر الزكري. ترجع الكرة من موزيس أوركوما إلى هاشم عباس، عباس أرثية الكرة إلى صلاح الحميدي، صلاح الحميدي رجع الكرة لهاشم عباس، هاشم عباس كما جات يوزع الكرة إلى زك أبو دو، يضرب رأس دفاع النجم الرياضي الساحلي، كرة في وسط الميدان، كرة مقطوعة من الملعب الجيبسي في اتجاه زك أبو دو، والتغطية موجودة من زياد بوغاتاس، كرة في العمق إلى عمر مرعي مقطوعة، والكرة التغطية موجودة من هاشم عباس موجود في محور دفاع الملعب الجيبسي. كرة لوسيم نوارة كما جات في اتجاه خلدون منصور اللي تقدم، خلدون منصور للهجوم بعد ما كان في الرواق الأيمن كلاعب يعاون الدفاع. شفنا خلدون منصور هذه كرة، والتوزيع على أمين الشرميتي مقطوعة بالرأس، مقطوعة بالرأس. شاهدنا خلدون منصور كان في الرواق الأيمن، ظهير أيمن بالأساس في بداية المباراة، قرب له الآن باسم مرحومة شد الكروار اليمين على مستوى الدفاع، وتقدم خلدون منصور للهجوم. هذه كرة ترجع بالرأس من دفاع النجم الرياضي الساحلي من حمدي النجاز إلى البلبولي في توقيت بالضبط 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، وننتظر دخول منظر القاسمي كثالث تغييرات استيدا في هذه المباراة. كرة لحمزة الأحمر، دائما هدفين مقابل صفر لصالح النجم الرياضي الساحلي هنا في ملعب أولمبي سوسة. كرة لحمدي النجاز، حمدي النجاز إلى أمين الشرميت، شرميتي والمخالفة يربحها أمين الشرميتي، سريع أمين الشرميتي كالعادة يربح المخالفة. أمين الشرميتي مع علاء الدين قمش مازال ملقى على أرضية الميدان، هي الإعادة، الصورة البطيئة، العرقلة موجودة من علاء الدين قمش لأمين الشرميتي ويربح المخالفة. أمين الشرميتي مهاجم نجم رياضي الساحلي اللي يختار
باش يرجع ويتقمص أزياء النجم الرياضي الساحلي دائما هدفين مقابل صفر لحد الآن هنا في ملعب أولمبي سوسة. نتمناو إن شاء الله لاباس لعلاء الدين قماش لعب الملعب الجبسي. النجم متقدم لحد الآن زوز بلاش. أهداف حمزة الأحمر من ضربة جزاء في دقيقة 21 وإيهاب المساكني في دقيقة 53، وشاهدنا فرحة في جماهير النجم الرياضي الساحلي بعودة الروح لملاعبية النجم الرياضي الساحلي اللي عمل لحد الآن أربع هزائم لفريق كبير في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. الرمزي مش موالف بها الوضعية النجم الرياضي الساحلي هذا الموسم. بالفعل طبعا قلنا أن النجم وقدر الفرق الكبرى أن تنهض بعد كل عثرة. صحيح النجمة كانت العثرة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي صعبة جدا بعد الهزيمة العريضة ضد الأهلي المصري، لكن النجم قادر على العودة من بعيد وقادر على مقارعة الكبار. المخالفة لأبناء خير الدين مضوي 2-0، تنفذ المخالفة مرفوعة مقوسة ويخرج الحارس وسيم نوارة، والمخالفة لحارس الصيدة في العملية الأخيرة رغم أن أمين الشرميتي يحتج بطريقة طريفة على طريقة الشرميت، يعني الابتسامة البريئة، خلينا نقوله الابتسامة البريئة اللي ما زالت رغم تقدم السنوات ما زالت تبدو على ملامح أمين الشرميتي العائد إلى فريقه الأم، ولو أن فريق الأم هو شبيبة القيروانية، لكن أحلى فترات حياته بالتأكيد وأحلى تألقاته ونجاحاته كانت مع النجم الرياضي الساحلي. ترجع كورة في انتظار التغيير القادم بالنسبة للمدرب مبارك الزطال من خلال اقحام حامل قميص رقم 6 منظر القاسمي، اللاعب السابق للترجي من اللاعبين الشبان، طبعا كان ينتمي للمنتخب الأولمبي، لكن يعني لم يتألق كثيرا في فريق الترجي وغادر لأولمبيك سيدي بوزيد ثم الملعب الجبسي. هذه كرة ترجع للملعب الجبسي من خلدون منصور لمن مخطئ في اتجاه زكا بودو، تقطع الكرة وتعود للحارس أيمن المثلوثي. بالتأكيد النجم يسير رويدا رويدا نحو تحقيق الانتصار السابع له هذا الموسم بطبيعة الحال ليرفع رصيده إلى 23 نقطة، يعني 23 نقطة يرتقي مع الاتحاد المونستيري زوس فرقي واليوف المركز الثالث ب 23 نقطة، السي اس اس عندها 28 والترجي عندها 33، يعني 5 نقاط بين الأول والثاني وخمس نقاط بين الثاني والثالث، والأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. يعني مبدئيا كي نشوفوا النقاط ما زالت اللعبة ما زالت في أعلى الترتيب، ما زالت مرحلة إياب كاملة، يعني إن شاء الله نشاهد بطولة مشوقة تقطع مع الرداء التي شاهدناها في مرحلة الذهاب. تحدث عن يعني الأحداث اللي صارت وما يلزمناش نرجعوا لها. هذا التغيير الأخير مع خروج حامل قميص رقم 19 صلاح الحميدي ودخول منظر القاسمي، هكا كل فريق يكون استوفى حقه في التغييرات، 3 منا و3 منا، لكن على مستوى النتيجة 2 منا و0 منا. ترجع كرة للصيدة من كابودو تمشي لموزيس أوركوما يحاول المرور لكن المخالفة ضد النيجيري، يعني إريال كونان كان خرج كما قلنا لم يقدم الكثير، غادر إريال كونان الإيفواري وبقي على الميدان الغاني زكابودو والنيجيري موزيس أوركوما. نذكر أن الجولة القادمة الجولة الأولى إياب قبل أن تتوقف البطولة ويتوقف نشاط البطولة باش تكون بين الأربعاء والخميس القادمين، النجم يستضيف النادي الرياضي البنزرتي في أبرز لقاءات الجولة يوم الأربعاء. ترجع كرة للصيدة من جانب باسم رحومة يرجع بكرة الوسيم نوارة مع ضغط من جانب المصري مرعي ومع مساندة من القصير المكير عمر زكري اللي بدا يخو في فرصته خصوصا بعد تغيير المدرب وقدوم علي بومنيجل وقيس الزواغي، وتتأكد أيضا إمكانياته مع المدرب الجديد الجزائري خير الدين مضوي اللاعب القادم من النادي الرياضي لحمام الأنف في صفقة لم تتجاوز 150 ألف دينار. ترجع كرة من الشرميتي مرفوعة تمشي لعمر زكري، الشرميتي يسقط، الحكم يقول له قوم ويعطي المخالفة المدافع الصيدة في العملية الأخيرة، المخالفة للملعب الجبسي، لكن سليم بالخواص يصر أن تنفذ الكرة من مكانها على الصورة من الشرميتي. بالتأكيد يعود إلى النجاحات ويتمنى أن تقترن عودته من خلال انتصارات النجم والعودة إلى الواجهة، لعب الأدوار الأولى في البطولة كما قلنا، إذا يكمل اليوم منتصر يولي في المركز الثالث مع الاتحاد الرياضي المونستيري
وفي انتظار طبعا قدم المواعيد، وبالتأكيد للحديث بقية وللحوار بقية في مرحلة الإياب التي ستكون حماسية ومشوقة لأبعد الحدود. ونحن في هذه المباراة نقترب من الدقيقة 42. دائما النجم يتقدم ويحقق المهم بثنائية حمزة الأحمر وإيهاب المساكني، دائما هدفين مقابل صفر هنا في ملعب أولمبي سوسة للنجم رياضي الساحلي أمام ستيدا. الملعب الكبسي، هدف حمزة الأحمر وإيهاب المساكني، كرة من حمزة الأحمر ترجع زياد بوغاتاس، زياد على اليسار، كرة لغازي عبد الرزاق يطلب الكرة ياسين العمري، من أبرز المواهب الصاعدة في النجم الرياضي الساحلي اللي بدأ يأخذ في الثقة في نفسه وقاعد يعاول عليه الإطار الفني منذ البداية كحل من الحلول الهجومية. كرة لحمزة الأحمر، أسعد بالكرة في وسط الميدان، حمزة لمسة إلى عامر مرعي، مرعي المصري مع موزيس أوركوما ويربح المخالفة، يزفرها له الحكم سليم بالخواس. ماذا يقول الحكم؟ لا، يزفر المخالفة لموزيس أوركوما، ما زال ملقى لأرض الميدان عامر مرعي، وترجع الكرة لمروان تاج بلقطة فنية. تاج يبعد على عمر الزكري، تمشي الكرة لصالح المنذر جاسمي، منذر الجاسمي اللمسة واحدة لخالد المليت، مليتي خالد المليتي يبعد لحمزة الأحمر، خالد المليتي، اللمسة تمشي للكرة ومقطوعة من دفاع النجم الرياضي الساحلي، كانت كرة ماشية لعلاء الدين قماش، ترجع الكرة من جديد لصالح الملعب الجبس، يقود الهجمة هاشم عباس، ضايع الكرة تمشي لعمر مرعي المصري، مرعي يقود الهجمة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، مرعي لمسة ذكية إلى من شرميتي وضربة جزاء. لا، الحكم يعطي الأسبقية، الحكم سليم بالخواس، ضيعها ياسين العمري، هي اللي عاد أمامكم، ذكية من عمر مرعي المصري إلى أمينة الشرميت مع حارس مرمى ستايدا وسيم نوار، عطى الأسبقية أمام شباك فرغة، ضيعها الفرصة وضيع الثالث ياسين العمري مهاجم النجم الرياضي الساحلي، اعطاه الاسبقيه الحكم مسلم بالخواس، فرصه واعده ثم من لاعب داخل منطقه الجزاء ياسين العمري امام شباك شبه فارغه، والركنيه لصالح النجم الرياضي الساحلي، الركنيه لصالح النجم حمزه الاحمر في التنفيذ، الركنيه امامكم على الصوره خلدون منصور وكذلك مروان ناتش. حمزة الأحمر الحكم ينبه باش يحط الكرة في مكانها المناسب، حمزة الأحمر في الدقيقة الأخيرة، الأحمر ينفذ الكرة بالرأس، ما خذاش بالباهي، رامي البدوي ترجع الكرة دائما لحمدي النجاز، حمدي النجاز يوزع الكرة سهلة في دين الحارس وسيم نوارة، كرة سهلة في دين الحارس وسيم نوارة، تبقى النتيجة على حالها هدفين مقابل صفر هنا في ملعب أولمبي سوسة، مباراة مؤجلة لحساب الجولة 9 ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بين النجم والملعب الجيبسي، هدفين مقابل صفر لحد الآن، أهداف حمزة الأحمر من ضربة جزاء في دقيقة 21 وإيهاب المساكني في دقيقة 53. ننتظر الوقت البديل في هذه المباراة، كم احتسب حكم المباراة كوقت ضائع في هذه المباراة؟ كرة لخلدون منصور، ثلاثة دقائق تمشي الكرة لخالد المليت، لمسة لمنذر القيس، يربح المخالفة، المنذر القيسمي، متوسط ميدان الملعب الجبسي الإعادة مع أيمن الترابلسي، يربح المخالفة منذر القيسمي، متوسط ميدان أستايتا، ثلاثة دقائق وقت بديل في هذه المباراة، على الكرة خالد المليتي في تنفيذ الكرات الثابتة، الرقم واحد في الملعب الجبسي، خالد المليتي في تنفيذ المخالفة لصالح الملعب الجبسي. نذكر دائما هدفين مقابل صفر لصالح النجم الرياضي الساحلي هنا في ملعب اولمبي سوسة، الدقائق الاخيره في المباراه، خالد المليتي في التنفيذ، خالد المليتي وزع الكره مقطوعه مره اولى من رامي البدوي ثم تمشي لمنذر القاسمي ويرفع الراي، متسلل هاشم عباس،
كابيتان الملعب الجيبسي متسلل يرفع الرايه الحكم المساعد الاول ترجع لصالح النجم الرياضي الساحلي. الهجمه المرتده من الشرميت في اتجاه مرعي، مرعي يخرج وسيم نوارة، يخرج حارس مرمى السيد قبل المصري عمر مرعي، ترجع الكره من جديد لصالح ايزاكا ابودو. ايزاكا ايزاكا ايزاكا، ماذا يفعل ايزاكا؟ في عليه الكره تمشي للنجم الرياضي الساحلي وكما جات مدافع النجم يخرج كره للتماس. دائما اسبقيه رمزي لصالح النجم الرياضي الساحلي، هدفين مقابل صفر. الدقيقه الاخيره في المباراه في الوقت البديل، هدفين مقابل صفر. حمزه الاحمر من ضربه جزاء وايهاب المسك. النجم في طريقه لتحقيق الانتصار السابع وعوده تقترن بالنسبه للمدرب الجديد خير الدين مضوي، احسن ما يفتتح به مشواره مع النجم الرياضي الساحلي. انتصار طبعا يعيد الثقه ويعيد البسمه الى شفاه المحبين في انتظار قادم المواعيد. كما قلنا مباراه صعبه تنتظر الفريق، وسط الاسبوع القادم ضد النادي الرياضي البنزرتي في اولى لقاءات الجوله الاولى اياب طبعا لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم قبل أن تقف يتوقف نشاط البطولة. هذه الكرة الأخيرة والمخالفة لخلدون منصور قد تكون الأخيرة ونحن نلعب في زوز دقائق وقت بديل. ترجع كرة خالد غرسلاوي، التوزيعة والتماس دائما للصيدة في محاولات أخيرة ربما لتذليل الفارق. كما قلنا الملعب الجيبسي لا يجب عليه أن يخجل من هذه الهزيمة، طبعا حتى بالنسبة للهيئة المديرة تكمل تعطي الثقة للمدرب مبارك الزطال في انتظار تحسن الامور مع انتدابات قادمه. ترجع كره تخرج من دفاع النجم كما جات لكن تبقى للصيدة، وقبل ذلك سليم بالخواص يرجع لملاعب النجم الملقى على ارضيه الميدان في الكره الاخيره. ان شاء الله يقوم لاباس في العمليه الاخيره، ننتظر ان يقوم في الكره الاخيره حامل القميص رقم 8 هذه الكره الاخيره او حامل القميص رقم 9 من الشرميتي طبعا يقوم لاباس في دقائق او ثواني اخيره. جماهير النجم تهنت على المباراه، بدات تغادر مدرجات اولمبي سوسه بانتصار يعيد الثقه للاطار الفني. خليه يخدم مرتاح خير الدين مضوي ويخلي ايضا الاطار الاداري وايضا الهيئه تفكر في المستقبل. وتاتي صفيره سليم بالخواص لتعلن عن نهايه المباراه للتاريخ 2-0 للنجم الرياضي الساحلي امام الملعب الجيبسي. ثنائيه حمل التوقيع حمزه الاحمر في الدقيقه 21 من ضربه جزاء وايهاب المساكني في الدقيقه 53 على مستوى التعليق. نحييكم زميلي لطفي خالد رمزي القلعي محدثكم، واترك المجال لزميلي فراس بن سعد على حافه الميدان للاستجواب مع مدرب الصيدا مبارك الزطال، ثم الموعد مع انيس المجري وضيوفه الكرام في الاستوديو التحليلي. تفضل فراس.